خلينا بقى نروح دلوقتي يعني ونقول ان ده يوم مش عادي، اكيد احنا كاهلاويه متعودين عليه، شفناه كتير جدا وياما عشنا تفاصيله، لكن في نفس الوقت مستنيينه لانه يوم وحشنا. النهارده قرعه مونديال الانديه. هو يعني زي ما انت بتقولي من ناحيه متعودين عليه، فطبعا احنا متعودين عليه، هو يعني دي سادس مره يعني بيروح من خلالها النادي الاهلي الى هذا المكان في هذا المحفل العالمي الكبير، لاننا تاني نادي في العالم بيتاهل للبطوله دي بعد اوكلاند سيتي. وزي ما قلتي انه طبعا يوم وحشنا، وليه وحشنا؟ لان احنا شاركنا في اخر نسخه، يعني ليه كان الكلام ده سنه 2013 في المغرب لو تفتكر. صحيح، مستنيين القرعه زي ما احنا قلنا لحضراتكم، اللي هتوضح بقى طريقنا هنا هيكون عامل ازاي، ونتمنى ان شاء الله ان النادي الاهلي يوصل لابعد في البطوله. وخلينا نقول ليه لا، يعني الاهلي ما بيعرفش المستحيل، ويمكن ده التاريخ اللي بيقوله، ده مش كلامنا، وما يقدرش ان هو يلعب الا على الالقاب، لانه مهما كانت صعوبه البطوله زي ما احنا عارفين، الا ان الاهلي ما بيلعبش ابدا على المراكز الشرفيه، اجتهد واشتغل وبالطبع النتيجه هتكون من عند ربنا. طبعا يعني مش غريب علينا ان احنا نفكر في الوصول لابعد نقطه في البطوله دي، لان احنا عندنا بالفعل خبرات كبيره جدا، قدرنا بالفعل ان احنا قبل كده نحقق ميداليه واخدنا البرونزيه عام 2006، فالموضوع مش بعيد عننا يعني. برضو بقى يا كريم كده في نسخة عام 2012 لو عايزين نتذكر مع حضراتكم، احنا حققنا المركز الرابع، كنا قريبين جدا من الوصول للنهائي وقدمنا اعتقد مباراة رائعة جدا، فمن الطبيعي ان احنا يكون طموحنا متزايد في النسخة الحالية. تعالوا كده نشوف تقرير يستعرض فيه القرعة وتاريخ الاهلي في المونديال ونرجع نكمل. اليوم تجرى قرعة بطولة كأس العالم للأندية بعد انسحاب أوكلاند سيتي النيوزيلندي في ضوء تدابير الحجر الصحي التي فرضتها سلطات نيوزيلندا. وعقب انسحاب بطل أوقيانوسيا انحصرت المنافسة بين الدحيل القطري والأهلي المصري وبايرن ميونخ الألماني وأولسن هيونداي الكوري الجنوبي وتايجرز أونال المكسيكي، فيما يحدد الفائز بنهائي ليبرتادوريس والمقرر في 30 من يناير ممثل أمريكا الجنوبية بين سانتوس وبالميراس البرازيليين. ويبدو أن كأس العالم للأندية لن ينطلق إلا بعد أن يطرأ عليه الكثير من التعديلات على غرار كافة بطولات العالم بسبب جائحة كورونا اللعينة والتي بدأت بانسحاب أوكلاند سيتي، وتلاها تغيير موعد مباراة الافتتاح لتقام في الرابع من فبراير المقبل بعد أن كان مقرراً لها الأول من الشهر ذاته. كما تم استبعاد استاد خليفة الدولي من استضافة مباريات كأس العالم للأندية 2020 والاقتصار على ملعبي المدينة التعليمية وأحمد بن علي. وسيواجه الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا أولسن هيونداي الكوري الجنوبي بطل دوري أبطال آسيا، أو الدحيل بطل الدوري القطري، أو تايجرز أونال المكسيكي بطل أمريكا الشمالية دوري أبطال الكونكاكاف، فيما سيلعب في الدور نصف النهائي مباشرة فريق بايرن ميونخ الألماني بطل دوري أبطال أوروبا والفائز بلقب كأس ليبرتادوريس من أندية أمريكا الجنوبية. تأهل الأهلي للمشاركة في كأس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخه عقب الفوز بكأس الأميرة السمراء في 2020 ليعزز موقفه ليكون ثاني أكثر الأندية مشاركة في البطولة خلف أوكلاند سيتي النيوزيلندي الأكثر مشاركة في البطولة برصيد 9 مشاركات. وظهر الأهلي في مونديال الأندية في 5 مناسبات من قبل أعوام 2005، 2006، 2008، 2012 و2013، وكانت المشاركة الثانية في عام 2006 الشاهدة على الأهلي العالمي الذي حصد برونزية مونديال الأندية، لتتحدث جميع وسائل الإعلام العالمية عن الأهلي المصري الذي حقق إنجازاً ونافس الكبار بكل قوة. وبعد غياب 7 أعوام يعود الأهلي العالمي كبير إفريقيا للمحفل الدولي من جديد، آملاً في اقتناص ميدالية مونديالية جديدة، ولم لا وهو محطم الأرقام القياسية على مدى التاريخ ومنافس لكبار أوروبا في التتويج بالبطولات القارية والمشاركات العالمية. طبعا هو ده النادي الأهلي، مكانه الطبيعي أنه يكون دايما في مصاف الأندية العالمية، هو كبير القارة الإفريقية بالألقاب والإنجازات الحقيقية، تاريخ طويل وعريض.